تحية طيبة نبعثها لكم أعزائي المشاهدين عبر برنامجكم الإخباري الأول الحصاد الشرقي لهذا اليوم الاثنين الموافق للثامن من شهر ربيع الثاني لعام 1437. والآن إلى عناوين الأخبار. أكبر مجسم لذوي الإعاقة في العالم على كورنيش الخبز. والآن إلى تفاصيل الأخبار. من ليالي المدلهمة بسباق وضياء تملأ الأجواء همة ترتقي نحو السواعد تبتغي الإحسان ثمة هم فريق يتسامى جعلوا المعروف بصمة ترتقي نحو السواعد تبتغي الإحسان ثمة فريق يتسامى جعلوا المعروف بصمة سواعد اسم تجسد في هيكلة وتنفيذ أكبر شعار بشري يرمز إلى شعار ذوي الاحتياجات الخاصة بشكله الجديد على كورنيش الخبر. فكان العمل الرائد على مستوى العالم من حيث عدد المشاركين حيث بلغ عددهم 565 مشاركا حيث يعتبر هذا العمل هو الخطوة الأولى في وضع مركز سواعد للإعاقة الحركية على خارطة العالم كأول مركز يشارك بهذا العدد الكبير في شعار ذوي الاحتياجات الخاصة الجديد. ونهدي هذا العمل المميز الذي نفخر به نحن ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا. فريق يتسامى جعل المعروف بصمة ترتقي نحو السواعد. أهلا بكم من جديد. دشن مركز سواعد الإعاقة الحركية في المنطقة الشرقية أكبر مجسم لذوي الإعاقة على مستوى العالم كرقم قياسي ضم 565 عنصرا بشريا، وذلك في ختام مهرجان الخبر السياحي. وبلغ عرض المجسم 30 مترا وطوله 30 مترا، وقام بتنفيذه مجموعة من شباب ذوي الإعاقة الحركية في مركز سواعد. للحديث أكثر حول الموضوع يسرنا أن يكون معنا المدير التنفيذي لمركز سواعد الإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية الأستاذ خالد آل عبيد. أستاذ خالد مساك الله بالخير. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك أخوي فارس. نبارك لكم أولا هذا النجاح الكبير والذي أشاد به العديد وكل من زاركم في خيمة كلنا سواعد بمهرجان الخبر السياحي. الحمد لله، الله يبارك فيك ويسلمك. اللهم لك الحمد. أستاذ خالد، كيف أتتكم الفكرة، فكرة إنشاء هذا المجسم، وهل حققتم من خلاله أهدافكم للوصول إلى العالمية؟ الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة أولا أشكر جميع الأخوان اللي شاركونا في تقديم هذا العمل الرائع على مستوى واسع وكبير ومميز حقيقة. ولكن طبعا للمعلومية أولا هذا الموسم الثاني لهذا المجسم، ولكن هذه المرة كان أعلى كرقم يعني. نعم. كم استغرق الرسمة اللي كانت موجودة وتوزيع المهام يعني فيها وتصويرها؟ والله الحب إحنا بدينا قبلها بيومين بدأ الرسم، أخذ يومين بالضبط الرسم على الأرض. طبعا يومين مش كاملة، يعني خلنا نتكلم على 12 ساعة نقول 24 ساعة من الرسم الفعلي، طبعا بقيادة أخوي حسين الكاف اللي يقدم له حقيقة الشكر الجزيل. هو طبعا مبدع في الرسم على الأرض بطريقة جدا رائعة، وإحنا صورنا طبعا. ما يميز هذا الشعار هنا، الشعار هذا أنه لأول مرة على مستوى العالم، أنت تتكلم أنه ما نتكلم بس كرقم، أنه الشعار هذا شعار جديد لذوي الإعاقة. طبعا يعني بالتعاون مع احد المصحات في الولايات المتحده الامريكيه، احنا ولله الحمد بدانا نخطط على كيفيه نشر هذا المجسم ويكون معلم مهم ويقوده سواعد واعضاء سواعد على مستوى الشرق الاوسط. يعني احنا اول من يقوم بنشر هذا الشعار. نعم.
كلنا سواعد يعني حقيقة جذبت لمهرجان الخبر والكثير من الإشادات جاءت بحقكم. صف لنا هذه التجربة كيف كانت؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا حقيقة احنا مجلس الإدارة انا كمدير تنفيذي لمركز سواعد الإعاقة الحركية واخوي عبد الله الدامغ كمؤسس للفريق ورئيس للفريق سعينا وخططنا وعملنا استراتيجية واضحة حتى نوصل إلى هذا النجاح ولا زال الطموح أعلى وأكبر، ولكن لله الحمد احنا استطعنا أن نستقطب 35 جمعية خيرية في هذا المخيم. وبدوري أشكر المهندس عصام الملا وأمانة المنطقة الشرقية بقيادة المهندس فهد الجبير اللي أتاحوا الفرصة لذوي الإعاقة أنهم يشاركون وينظمون ويعدون البرامج، هذا أمر كان أيضا مميز. احنا نتكلم على انه انت تنظم هذه الجمعيات وتستقطبها وتغير من الفكره الموجوده اللي تعودناها في المهرجانات السياحيه وهي ان الترفيه فقط او الجانب الترفيهي، اضفنا لها التثقيفي والتوعوي من خلال هذه الجمعيات. الحمد لله كان حقيقه وصل عدد الزائرين بشكل يومي الى 7000 زائر يوصل عددهم، وهذا الامر كان بشكل يومي وصل يمكن فوق ما يقارب ال 75000 حسب الاحصائيه الموجوده لدينا من خلال كروت الدخول والخروج. 75000 اتوقع انه كان رقم يعني في خلال 9 ايام جيد جدا، وكنا نطمح بالعكس بالافضل لانه كانت في فعاليات وبرامج جدا رائعه. حقيقة اللي أسعدنا وأنا وأخوي عبد الله في 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 مركز سواعد وكثير من ذوي الإعاقة في مركز سواعد إنه خططنا لهذا المجسم من يمكن شهر ونفذنا في يمكن في فترة وجيزة جدا، طبعا بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية. الأخوان ما قصروا في الحقيقة لتهيئة الأمور معنا وساعدونا كثير في أن نقدم عمل رائع ومميز، كان التصوير بطريقة الهليكوبتر أو الطيارات الطيارة، والحمد لله طبعا كان وصل عدد إلى 565 من الأشخاص اللي كانوا في داخل المجسم، أيضا بايكرز الدبابات ومجموعة من الأخوان في بسيارات المعدلة. كان جدا العمل رائع مثل ما تشاهدون يمكن بالصور الآن، إنه كان حقيقة العمل مرتب ومنظم وفي وقت قياسي استفد يعني أخذ ساعتين فقط لأنه كان في ترتيبات وفي نظام يمشون كمسيرة واحدة، والحمد لله رب العالمين وصلنا للمبتغى، والآن إن شاء الله بإذن الله إحنا نسعى إلى تسجيله في موسوعة جينيس لأنه بصراحة يستحق هذا العمل هذا أن يقدموا ذوي الإعاقة باسم المملكة العربية السعودية وليس باسم سواعد فقط أو ذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة أستاذ خالد يعني عمل مشرف جدا وضخم جدا ويستحق يعني الوصول العلمية فعلا بكل جدارة. أستاذ خالد أريد منكم قبل أن نختم لقائنا رسالة عبر برنامج الحصاد الشرقي. أولا في الحقيقة رسالتي أولا لقناة DMM حقيقة القناة المتميزة اللي تنقل دائما جميع مناشط سواعد وتسجلها وحقيقة تتابع معنا ويعني يقدمون لنا النصح والتوجيه من خلالك أستاذ فارس أو من خلال الإدارة جميعا في قناة DMM. ثانيا أشكر حقيقة سمو أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف على دعمه لمركز سواعد للإعاقة الحركية ودعمه لنا كشباب طبعا والجميع فئة الشباب، حقيقة يعني حقيقة الرجل هذا يقدم لنا يعني نموذج رائع جدا من يعني ويفرض علينا دائما انه التحدي الطموح الرغبه الاراده يزيدها حقيقه لدينا. ايضا اشكر في الحقيقه امين المنطقه الشرقيه المهندس فهد الجبير والمهندس عصام الملا مدير بلديه الخبر على اتاحه الفرصه لذوي الاعاقه انهم يبدعون ويقدمون حقيقه ما لديهم من امكانيات رائعه ويطبقونها على ارض الميدان. ايضا حقيقه اشكر الشيخ فيصل عبد الله فؤاد على دعمه المادي ودعمه المعنوي لأبنائه في مركز سواعد، وشكرا لكم على هذه الاستضافه. شكرا لك استاذ خالد العبيد نائب رئيس فريق جمعيه سواعد ذوي الاعاقه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. شكرا لكم الله يعطيكم العافيه. شكرا لك. اعزائنا المشاهدين بهذا الخبر نصل واياكم الى نهايه حصادنا لهذا اليوم الاثنين، نلقاكم ان شاء الله في حصاد يوم الخميس القادم، الى هناك نترككم بخير.